السلام عليكم أحبتي الكرام، بارك الله فيكم جميعا متابعات قناتي. أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أول شيء سأترك لكم قناة في صندوق الوصف، القناة الثانية إن شاء الله ستكون قناة باللغة العربية المحضة لكي تعم الفائدة إن شاء الله. روحوا وشجعوني في تلك القناة لكي أطرح لكم المزيد من الوصفات الروحانية الحصرية على اليوتيوب. وكل من يحب زهر الوردية يروح يشترك في تلك القناة، يخلي لي تعليق إيجابي. وكل متابعة راحت للقناة الثانية يا ربي تيسلها أمورها وتفرج عليها همها وتجيب لها يا ربي فرحة، يعني تخلي قلبها يفرح. أي وحدة عازبة يا ربي تزوجها بالزوج الصالح، وأي وحدة عندها مشاكل زوجية يا ربي تفك عليها مشاكل الدنيا والآخرة، ويا ربي تبعد لكم الرزق الوفير وكثرة الأفراح وكثرة المسرات، وبيا ربي تبعد عن متابعاتي الهمة والغمة والنكدة وكل شيء سيء يا أرحم الراحمين. الناس اللي تسألني دائما تريد أعمال روحانية قوية، فك سحر أو أي شيء أو جلب أو طاعة يعني تريد، فأنا أطرح لكم دائما طريقة التواصل معي في الإيميل. اي وحده تبغي او اي شخص يريد يعني عمل روحاني، فانا اترك لكم الطريقه والايميل في صندوق الوصف في اول تعليق. اليوم جايب لكم وصفه راح تجيب لك يعني الحبيب اراك. عمليها ليله 27 وفي اي يوم، لكن في ليله 27 و28 يعني في هذه الايام المباركه سبحان الله تكون يعني الوصفات تكون في هذه الليالي 27 و28 و29 تكون يعني مفعولها مضاعف. لذلك جربوها والله راح تجيب لك شخص، اي شخص في بالك راح تجيب لك راكع يبوس رجلك عشان تسامحيه. لكن احبتي الكرام دائما انصحكم قبل بدايه اي وصفه، لو حاسه انه عندك طاقه سلبيه او الوصفات ما يمشوش معك، حاولوا احبابي شويه لا تعملوا التوبيخه. مثلا حاولوا تبخروا القليل من الملح، حاولوا تبخروا القليل من الملح، بخروه، هزوا القليل من الملح وبخروه، او هزوا القليل من حجر الشب او الشبه وبخروها قبل عمل اي عمل روحاني. هذه نصيحه فقط. ففي هذا العمل الروحاني احبتي الكرام فهو عباره عن جلب وطاعه وربط عن الفساد وكل شيء، عمل شامل. ففي هذه الوصفه ان شاء الله شروط: المكان يجب ان يكون هادئا ونظيفا احبابي، يجب ان تكون لديك النيه الخالصه يعني وأنت تقومين بهذا العمل الروحاني، يعني تكوني متأكدة 100% أنها ستنجح معك. يا رب تيسر لك أمرك حبيبتي. يجب أن تعطر المكان الذي يجب الطهارة غير ضرورية. المكان الذي يجب يعني راح تعمل فيه الوصفة حاول تعطريه جيدا جيدا، سواء ببخور برائحة طيبة أو بعطرك أنت المفضل. والمكان الذي ستقومين في يعني فيه بالعمل، الغرفة التي تقومين بالعمل أو السطح أو أي مكان، حاولي تأخذي الماء الزهر، هو هذا ماء الزهر، هذه غير طقوس ليست ضرورية. حاولي تجيب ماء الزهر ترشي القليل هكذا، شوفي مثلا دابا هذا طقوس هنا القليل فقط، رشي ماء الزهر ورشي القليل من السكر في ذلك المكان عشان تصير روحانيتك قوية 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 جدا. ثم بالنسبة لمكونات الوصفة أحبابي كي لا أطلع عليكم، نحتاج تمرة واحدة. أنا أجلب لكم وصفة السهلة والبسيطة لأنني أعرفكم أنتم في أوروبا وفي العالم العربي أو في مثلا دولة أوروبية أمريكا أو شيء ما، ليس يعني لا تكون لديكم المكونات. تمرة واحدة، القليل من العسل، حبة يكون العسل حر ليس ضرورة لكن حبة، والقليل من هذا المكون الرهيب الحرم. هكذا أحبابي. ثم نحتاج ورقة بيضاء، ورقة بيضاء وقلم، قلم في أي لون، ثم خيط أو لصاق. إذا استعملت الخيط فحبذا يكون خيط أحمر، إذا ما عندكش يعني تجنبي الخيط الأسود، إذا ما عندك فقط اللصاق. أتمنى أن تكون الأمور مفهومة. نأخذ أحبابي في الله ورقة ونكتب فيها هذا الكلام، ورقة تكون صغيرة صغيرة جدا، فنكتب في الورقة تكون صغيرة جدا بخط صغير يعني، ولكن أنا جبت ورقة كبيرة لكي أتبين معكم الخط. لكي لا أطيل عليكم سأكتب أولا جملة وأشرح لكم. تكتبين الناس يعني الناس تقول عليك التمرة، وأنا نقول لك
مرات سيدي ميمون الحمراء، يعني الناس بتقول عليك التمرة، وأنا أقول لك يعني زوجة سيدي ميمون الحمراء هكذا. ثم نكتب بعد ذلك، بعد ذلك أحبابي يعني نكتب الناس تقول عليك التمرة، وأنا نقول لك مرات سيدي ميمون الحمراء. شعلي يعني ولعي في قلب فلان ابن فلانة أو فلان ولد فلانة، اسم حبيبك أو زوجك أو اسم أمه، واسم أمه لو ما عرفتيش دائما اسم الأم ابن حواء، يعني ولعي أو شعلي في قلبه في قلب فلان ولد فلانة الجمرة، يعني الجمر الجمرة يلف يلف ونكون يعني يلف ويدور، عفوا نسيت هنا يلف ويدور، يلف ويدور ونكون في قلبه كالدبرة، الدبرة معناها هو الجرح، يعني يلف ويدور ونكون في قلبه كالدبرة، غير يشوفني تشعل في قلبه النار الحمراء، يعني كلما رأني يعني ذلك الشخص يعني تتولع في قلبه نار النار الحمراء، يعني نار قوية 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 جدا. ثم بعد ذلك نكون في قلبه كالدبرة، غير يشوفني يعني كلما رأني غير يشوفني تشعل في قلبه النار الحمراء، يعني تشعل في قلبه النار الحمراء. يا الجواد جيتكم بالخير والخمير، يا الجواد جيتكم بالخير والخمير، أبغيتكم يعني أبغاكم بغيتكم تحنوا فيا وتجودوا عليا وتقربوه ليا، حيتاش أنا غير وليا، انا غير وليا، ما يشرب ما ياكل حتى نكون انا بجنبه، فيا خدام نكد عليه حياته كلما ابتعد عني، يا خدام نكد عليه حياته كلما ابتعد عني. ونكتب الوح، هذا لا يكتب، نكتب الوح الوح العجل العجل الساعة. نتوما راه تحتاج ورقة صغيرة جدا، تكتبين بخط صغير جدا، يعني لأن هاد الورقة راح نعمل بها شيء آخر. العجل الساعة 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 عين 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 واو 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 دال 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 ألف ألف ألف. ونكتبه شهمروش، هذا حرف الهاء، شهمروش شهمروش. أعيد القراءة، أنا هذه المرة ما كتبتش معكم كي المعتاد لأنني أرى أن ذلك يطير في الفيديو، الناس تقول عليك التمرة، وأنا نقول لك يعني أنا أقول لك مرات سيدي ميمون الحمراء، شعلي في قلب فلان ابن فلانة الجمرة، يلف ويدور ونكون في قلبه كالدبرة، غير يشوفني تشعل في قلبه النار الحمراء. يا الجواد جيتكم بالخير والخمير، أبغيتكم تحنوا فيا، أبغيتكم تحنوا فيا وتجودوا عليا وتقربوه ليا، حيتاش أنا غير وليا، ما يشرب ما ياكل حتى نكون أنا بجنبه، فيا خدام نكد عليه حياته كلما ابتعد عني. الوحى الوحى، العجل العجل، الساعة الساعة، حرف العين ثلاث مرات، حرف الواو ثلاث مرات، حرف الدال ثلاث مرات، حرف الألف ثلاث مرات، ونكتبو شهاء مروش. بعد ذلك أحبابي تابعوا معي جيدا، تأخذين التمرة تقولين بسم الله اللهم يسر في هذا المبدأ، تقولين بسم الله اللهم يسر لي في هذا المبدأ، تفتحين التمرة هكذا بسم الله هكذا، وتأخذ الورقة التي كتبت فيها هذا الكلام، يعني ماشي مشكلة تكتبي في هنا، إذا ما يعني ما كفتك المساحة تكتبي وراءها، تأخذ الورقة تلفينها وتضعينها داخل هذه التمرة هكذا، ثم تأخذين القليل من الحرمل تضعينه داخل هذه التمرة هكذا، تدهنين التمرة بالعسل، تدهنين التمرة بالعسل
وحبيبتي تلفين التمرة بخيط أو بلصاق، يعني تسكرينها بخيط أو بلصاق يعني اللي متوفر عندك. بعد ذلك يعني تلفيها بلصاق أو بخيط، يعني تعقديها بخيط، ثم تحرقين هذه التمرة. أحبابي في الله، تحرقين هذه التمرة، وعندما تكون التمرة في النار تقولي، يعني تقولي 7 مرات: يا أيتها النار الحارقة، احرقي قلب فلان ابن فلان بمحبتي واجعليه عبدا خاضعا لي. تقولينها 7 مرات، التمرة تنحرق وأنت تقولين: يا أيتها النار الحارقة، احرقي قلب فلان ابن فلان بمحبتي واجعليه عبدا خاضعا لي. 7 مرات، راه سبحان الله، هذه التمرة تنحرق وقلب حبيبك ينحرق بنار العشق والمحبة. يعني لو بيناتكم خصام، لو بينكم أي حاجة، راح يتصل ويعتذر ويبكي الدمع على فراقك، حتى يعني والنتيجة تبعها تبين بعد أسبوع. سبحان الله، خطيرة 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 جدا. جرب.